محبوب جمعة لجاسم يعقوب. فيصل الدخيل داخل منطقة الجزاء يحاول يصلح عن نفسه انه ما لعبه حلوة للعمري حاول يعطى من الصوت جول الكويت جول جول حلوة ساد الحوطي بين المدافعين بين مدافعين فريق كوريا والمباغسة الحقيقة وصلت من فيصل الدخيل بعد ما قلب الكرة داخل منطقة المدعى شوف شلون وصلت عبد العنبري اللي حاول يحط العنبري بالجول لما تضرب المدافع توصل لسعد الحوطي حاول يحطه فعلا حطه بالجول والحوطي الحوطي محاط بلاعبي منتخب الكويت فرحين بهدف الكويت الاولاني في الدقيقة 8 من الشوط الاول الكويت 1 سعد الحوطي 1 الكويت لا شيء كوريا الجنوبية في اول 8 دقائق بعد ما فاتت فرصتين حلوين من منتخب الكويت الاهلي من جاسم يعقوب ومن فيصل الدخيل ومن محمد كرم عوضها سعد الحوطي حلو حطها في الزاوية البعيدة من حارس المرمى محرز الهدف الاولاني لمنتخب الكويت 1 الكويت لا شيء شوف شلون ما حصل حارس المرمى دخلت في الجول محلاها كرة توصل لفريق كوريا حاول يطلعها بالعرض انما في جاسم باهمن حارس المرمى الهدف الاول الكويت سعد الحوطي نمرة 6 جايبين مكتوب الخط الاصفر ايضا